لكم دونك في ترانكيلا شنو ساعتنا الاولى كي العاده بالاخبار في جيم جيم با جيم جيم با مي دونك ما نجموش ما نكملوش نحكيو على الفاجعه نتاع سبيله نعاودو سبيله ونعاودو نترحمو على النساء اللي توفاو والامهات سورتو اللي زاد توفاو دونك برشا جديد وباش ناخذ نسمع برشا جديد الجمعه هذيا الخبر الاول يقول هو مش خبر اون فيت اما البارح تفرجنا في قناه كارتاج بلس البرنامج اللي قدمه معز بن غربيه دونك عمل حلقه حول النساء الريفيات والحادثه دونك في منطقه سبيله في ولايه دي بوزيد الحلقه عرضت فيديو دار برشا على فيسبوك وصدم برشا توينس على خاطر بعد الحادثه هذيك الاليمه اللي فقدنا فيها نساء وصغار نتاع صغار توينس مش نساء كهو عرض فيديو الموكب الوزير وزير الداخليه متعدي متنقل وان ميم طون فما جرار معناتها قاعد يهز في النساء يعني بنفس الطريقة العشوائية الغير قانونية ومعرضهم النفس الاختر وراو كيفاش الجرار قاعد يبعد بعد باش الموكب يتعدى من دون أي تدخل لأي جهة رسمية مع العلم الوزارة الداخلية بكلها متعدية وقتها الجهات الرسمية الكل بدون أي تدخل ما فهمتش معناتها أكثر أمين. حاجة تنجم تقول عليها بدون تعليق بالحق مش تعلق عليها مش نقول معناها يعني مازال الجرح مبراش معناها جوستومون ومازلنا نشوف في مشاهد هكا معناتها مازلنا احنا قلنا البارح راه مازلنا باش نشوفوا الكمين تهز ومازلنا باش نشوفوا الجرارات تهز ومازلنا معناها معناها ماهيش باش توقف الغادي خاطر هما مساكن الناس اللي تعيش الغادي واللي تخدم في الخدمه هذه واللي تتنقل ما عندهم حتى مورد رزق كان يمشي يركب في كاميون يمشي يلقط نهاره ب 10,000 ولا ب 7,000 فرنك معناها ما عندهمش مورد رزق اخر معناها انت كانت تنحي لك الكاميون هذيك ما عادش ياكل ما عادش يشرب معناها اي اما المشهد بدون تعليق بالحق ما تلقى ما تقول على مشهد كيما هكا معناتها مسؤول فما حرس وطني فما وزير داخليه فما المرافقين تتعدى واحنا كلنا عشنا فاجعه كيما هكا تونس كامله حكيت عليها ودي بلاتو في التلفزه وفي اللي غاديو تتعدى ميم با تدخل باش تقول راهو وطريقه غير قانونيه حتى كان متوفى حتى حد راهو نجم توقفوا الجرار تقول له ليه راهو خاطر يعرض في حياه العباد للاختر ما فهمتش معناتها نسمعوا في تصريحات نتفرج زادا في المجلس قبيله اللي عامل نصبه نتاع محارم واللي عامل ما نعرف شنو قعدنا كان نشوفوا في ناس قاعده تركب على الحدث مالوغوزمون به خلينا نمشيو في نفس السياق هذايا تصريح للرئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري يقول الاتحاد باش يعمل على توفير موارد رزق للعائلات ضحايا حادث النقل بيان سور بسبيله يقول عبر تمكينها من 10 نعاج للعائله الواحده به وموا حاجه تعويض صغير مع روتار شوي من تعويض على كان جاوا من قبل عندهم كل واحد عنده مورد رزق بتاعه عندهم اللي عنده نعجات واللي عنده العليلش خاطر منطقه ريفيه اللي عنده الارض اللي باش يخدم فيها كل شيء ما نتصورش باش يتلزوا يمشيوا كيلومترات على كماين واحد باهي جاست باهي سنعمل على تمكينه ان شاء الله ليسونسييل فما رده فعل ما انا خاطر لهنا برشا ناس قالوا شعبويه و10 نعاج تو من بعد خير من بلاش اصلا من التصريح ما عجبهمش قال لك معناتها خير من بلاش انا نقول مش معناتها ما فهموش بتات ما فهموش يقول لك هيا معناتها روح عبد ب10 نعاج هذيك شنو فما ممكن رده فعل ممكن رده فعل مش الناس هذيا مثلا كل عائله أو كان عندهم فاش تلاقوا عندهم خدمتهم تولي هذيك كل النعجات هذوكم خدمتهم تولي معناها ما عادش يتنقل ما عادش يبعث صغير ولا مرته صغير وصحيح تلاقيه عنده مورد رزقه في, في 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 المكان اللي هو فيه معناها هذايا فاش في الكوتيل باهي اما باش نقولوا 10 نعاج لكل عائله معناها كي تقراها التيتر وحده يصدم شوي خير انا واحد ديما نقول خير من بلاش معناها زاد من مش كان عاوننا نبرو كان صارت الكارثة نبرو معناها أموا كي تبدأ حاجة باهية مانيش نقول يعطيكم الصحة واجبكم هذا معناها جيست باهية معناها جيست باهية وماذا بينا خير من هكا بياسر زاد ماذا بينا زاد الوسائل النقل العمومي تتوفر لهم توصل لهم الكيران توصل لهم الوسائل النقل العمومي الكل رجلوا لهم الكياسات رجلوا لهم الماء الضوء ناس راهو في 2019 نحن تويك داخلين 2020 ناس راهي ما عندهاش ماء منطقة السبالة اسمها ما فيهاش ماء
معناها تبقى بها المضحكات المبكيات. معناها انت كي تحكي هكا وفر لهم، وفر لهم صحيح هذه جيست واحده باهي، زيدهم وفروا لهم. الناس هذوما احق منا نحن، الناس اللي عندنا الماء والضوء وكل شيء هذوما بالحق احق منا نحن، خاطر الناس راهي تموت ونحن ماناش فايقين بها. حتى ما يموتش يموت، راه يبدا هو حي ميت راه. يقول لك انا البارح تفرج عباد، يقول لك انا فما واحده من غير بطاقة تعريف. جوستومون مازلت نقول لك فما زوز ملي توفيو وملي تو مازالوا راقدين في المستشفى نتاع الرابطه جو بونس. حقيقه سامحوا من اسم المستشفى بالبي، مش متاكده معناها من اسم المستشفى، ماهيش مقيده في في سجل الحاله المدنيه. معناها ما فماش في الإطار نتاعنا في الدوله نتاعنا ما فماش مواطن اسمه فلان الفلاني متمطع بحتى حق. معناتها شوف في 2019 مازال توا شكون يتولد ما يمشيش يقيدوه. هذايا الجراف، هذايا اللي يلزموا هذايا اللي يلزموا يتصلح، هذايا اللي يلزموا صحيح نوفروا لهم مورد رزق. هذايا حاجه اوبليغاتوار ولازمه ومن حقهم، ومش من حقهم معناها راهم تتمزوا عليهم، حقهم باتم معنى الكلمه. زاد من حقهم انهم يعيشوا حياه كريمه، من حقهم في الماء، حقهم في الضوء، حقهم في في الطرقات، حقهم في النقل العمومي. علاش ناس عايشه في الجمهوريه ذي تحسهم تشوف ظروفهم تحسهم مش عايشين بالحق راه مش عايشين ليه، واكثر من هكا معناها نهار كامل معرضين رواحهم للخطر، نهار كامل في الكاميونه ما يدريوش على رواحهم، هاي اللي صارت الكارثه. معناها اكثر من انك توفر لهم النعاج، وفر لهم الموارد الاساسيه، معناها خليني نقول الصحه، وفر لهم التعليم، النقل، النقل، وفر لهم الماء، الضوء، هذوما الحاجات خلي العباد نجم تعيش. سينو بعديك تو نحكيو لكل حادث حديث، بعديك كي انت باش تعطيهم مورد رزق ماهوش مزيره حقهم هذاك. ناس عايشه مهمشه حياتها كامله ووقت زاد هما عايشين في البلاد هذيك كيفنا كيفهم. نرجع للموضوع النعاج، ربي خلينا نقول له تعليق صغير ونختم، خاطر انا كي انا تنظمت كيما توانسه كل كي شفت العنوان معناتها نتاع الارتيكل، ومن بعد كي دخلت وشفت التفاصيل نلقى لي الحكايه ماهيش خايبه ما تستحقش، خاطر فما عباد ثاروا كاريمون يبارتاجيو معناتها وما عجبهمش وشافوها تتيح حتى من قيمه الانسان. الوغ كي تدخل الارتيكل حاجه ماهيش خايبه بكل، اي عائله يعطيوها 10 معناتها النعاج تسرح بها ولا تسترزق منها ولا خير من تعرض روحها للخطر. انا شفتها حاجه باهيه، اما ما لازمش هذاك هاو، لازمنا نخموا لهم في حقوقهم الاخرين اللي كان يحكي عليهم امين بيان سور. وانا فما حاجه، فما ستاتيو قريته بكري مزيان برشا عجبني الستاتيو، قال لك وفرنا 10 نعاج لكل عائله، شكون باش يكون كبش الفداء؟ هو كاين فما كبش فداء ديجا. توفر انت وين الكبش معني؟ يعني فما 10 نعاج وين الكبش؟ يعني شكون باش يكون كبش الفداء في الحكايه هذيا؟ معناها هو خاطر تحقيق وكل واحد يتملص من المسؤوليه. يلزم الناس هذيا بالحق وقت تويكا ستوب 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 بالحق. ناس هذيا راهم توانسه يا عباد ربي، راهم كيفنا كيفهم، راهم يعيشوا في البلاد هذيا، من حقه من حقه الحاجات البسيطه نتاع الحياه. ماناش ما همش طالبين فيليت هذوما، ما همش طالبين الكراهب، راهم طالبين مورد رزق، طالبين ماء وضوء وكرم العيش. معناها يحبوا يعيشوا حياه كريمه لا اكثر لا اقل. الاقل لك اعطينا لا حد شيء ولا نهار طالبوا ناس تخدم على قوه نهارها، بيحبوا بطريقه عيش كريمه، معناها مش بتمرميد، عندهم كرامتهم زاد اللي فقير مش ما عندوش كرامه راه. واكثر ناس تضحي هذوكم، اكثر ناس بالحق يستاهلوا البلاد هذي تضحي على خاطرهم، خاطر عايشين حياتهم كامله مهمشين، زدت وتعيشوا مهمشين لطول الكارثه هذيا. نعم يعيشوا مهمشين ويموتوا مهمشين صحيح برشا عليهم. معناها ان شاء الله نلقاو يلقاو حقوقهم، ان شاء الله بالحق المرضيه ناخذوا اجراءات نجم ترجع لهم شويه من الكرامه اللي نجموا يعيشوا بها ويكملوا بها حياتهم. هذا حق اي تونسي راهو، مش حتى نحكيو عن نساء الريفيات ولا كهو معناها به. خلينا نشوف الخبر باهي في الموضوع هذايا. انطلاق عمليه تسجيل النساء الريفيات في التغطيه الاجتماعيه دون الرجوع للمشغل، هذايا بدايه من يوم الخميس نهار 2 ماي معناتها. العمل بمنظومه احميني الخاصه بالتغطيه الاجتماعيه للنساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي. باهي. الانطلاق باش تكون ولايه القيروان باش تشمل بعدها باقي ولايات الجمهوريه، هذايا وفق ما اكدوا مؤسس تطبيق لابليكاسيون تاع احميني فوالا ماهر الخليفي. باهي برشا باهي، وموا بدينا نتحركوا معناها بعد مورد الرزق الصغير خلينا نقول. مش العباد قالكش عطاهم عقارات باش يشغلوه مع بعد العشر النعاج، معناها كي تشوف انت التغطيه الاجتماعيه حاجه مهمه برشا. الناس هذوما خاطر نهار كامل يخدموا وياكلوا، معناها نهار اخر ما يلقى حد شيء.
وما فما تغطية اجتماعية نهار آخر أبسط حاجة هذو من الحاجات اللي كنا نحكيوا عليهم مرة من ضروريات زيادة من حقوقهم زيادة حق من حقوقهم معناها هذايا ديما نقول أنا راهو اللي صاير هذايا الكل راهو باهي أما راهو ماهوش مزي معناها مشيش يقولوا بعد نهار آخر رانا عملنا لكم وهاوكا نحن لا هذايا حق هذا حق لازم ياخذوه وبه كي تتحرك كي الامور ان شاء الله التحركات هذه ما تطويلش التطبيق نتاعها حتى راك في انتظار وصول المعاج وفي انتظار انا نقيدوهم وجيت تشوف تلقى من هالخميس دات قايد في صحيح لا ان شاء الله ما تطولش هذا اكثر حاجه نتمناها معناها خاطر ان شاء الله مش تويك هذا جوست مخدر وبر ان شاء الله التطبيق يتم في صافي انا كي نلقى حاجه بالذات نفرح كي يقول لك سوف هذيك تخوفني ولا تو نعم سوف نعمل عليه تخوفني ما كيقول لك نهار 2 مايو نهار الخميس معناتها جو بونس لا سوف نعمل عليه في تونس معناها فما صحيت هذيك تخوفني الحقيقه هذيك علاش قلت لك 10 نعاجك والعائله قال لك سوف نعمل عليه اما نهار 2 مايو كيقول لك بالذات معناتها نورمالمون الاجراءات كل قاموا بها ونورمالمون الامور مريقله ان شاء الله دوكا نهار 2 مايو تطبقوها الحكايه ان شاء الله كلهم عندهم الهويه نتاعهم وتولي لهمش مشاكل بيروقراطية يقول لك يمشي قايد ويني بطاقة تعريف شتارة ما عندهش بطاقة تعريف ولا حاجة لا ما عندهش هو يمشي يصفي وضعيته بيسور ينجم إيه معناه ما يطولوا لهمش فك الأمور البيروقراطية معناه ما يطولوا لهم في الحكاية أرجع سهلوا لهم أمورهم ميساج بيه خمشوا للخبر اللي بعده رئيس بلدية العلي اليوم عملت بوليميك كبيرة زادة في الفيسبوك تشري كهرباء قيمتها 60,000 دينار في ظل استنكار الأهالي وتهديد أعضاء المجلس بالاستقالة هذية اللي أكدوا سي زهير المسعودي عضو بمجلس البلدي بالعلي يحتج على الكهرباء هذية وقالته لي هو تم المصادقة بلتو خلال جلسة مناقشة ميزانية البلدية لسنة 2019 على اقتناء رئيس البلدية سيارة لنفسها بقيمة 60,000 دينار مع بيانسور لذيك الوصولات متاع الليسانس 8,000 دينار اللي يعتبروا إهدار للأموال وكان نجم يستغلوهم في حاجة أخرى ولا ينهضوا بالجهة متاعهم تعرف العليز ده تعاني من عديد المشاكل ولا دونك ومن جهتها رئيسة البلدية ردت وقالت اللي تم أنت تخصيص المبلغ هذا اللي هي وهي حاجة عادية كما تم تخصيص نفس المبلغ البلديات الأخرين بالقيروان وقالت قاعدنا واعتبرت بلتو اللي الموضوع هذا من المواضيع الجانبية التافهة والنجم نتلهي ومواضيع أخرين خير وقالت اللي هي تم اقتطاع من شهريتها 250 دينار كمتصرف رئيس بالديوان الوطني للبريد حاليا خاطر كانت تخدم في البريد دونك وقالت اللي المبلغ كي تقطع معناتها كي قصولها كل شهر 250,000 ينجم يفوت 60 مليون معناتها أكثر من سوم الكهرباء هي قاعدة تخسر وبخيتو قالت الكهرباء ما يش لي أنا باش تقعد للبلدية أنا كنت بكري نسيت حاجة باش نحكيها ذكرتني فيها حكاية الكهرباء توا أنا رئيس بلدية صفاق سؤالي الكهرباء 60 مليون كي سمع بالحادثة هذيك شنو إحساسه معناها أنتم تصرفوا في فلوس على كهرباء على بريستيج 60 مليون يوفروا نقل لبعض المناطق انت هذه 60 مليون في منطقه مهمشه زاد العليه من اكثر المناطق المهمشه الريف نتاع القيروان العليه وبرشا وبلايص في القروان معناها انت كي تحكي هكا تي خليه ولا مر يستريح شويه وموات شنو في مزات الحكايه سخونه وانت خارجه تحب كهرباء ب 60 مليون تي والله نحسها استفزاز انا هذه نحسهاش حاجه معنى كاني به استفزاز معنى انت شو كهرباء ب 60 مليون هو ينقول له كهرباء بتستاهل كهرباء هو الكهرباء غاليين تويك 60 مليون تنجم تكون كهرباء مش شكلي واو مع العلم اللي اكد سامحني العضو مين قص عليك اللي البلديه عندها زوز كهرباء مازالوا في حاله جيده كي حتى كهرباء ماي كهرباء توصل علاش هالبرستيج الزايد معناها صحيح نحن برشا يقول لكم بعديك ومن بعد تجيو تحكيون على هيبه الدوله هيبه الدوله راه مش بكهرباء ب 200 مليون هيبه الدوله بالقدر نتاع المسؤول مع المعامله نتاعه مع المواطنين هذيك هيبه الدوله مش بالكراهب وبالوتله وبالفلوس معناها في وقت كيما هكا حسيتها كاني استفزازيه شويه الحكايه بالحق أنا... هو انت الناس ما لقاتش فاش تمشي تخدم وربي يرحمهم ماتوا في حادث مرور خاطر شي ماشيين مهمشين وانت تجي بعد بنهارين ولا بثلاث ايام تقول انا باش نهبط كهرباء ب 60 مليون وقبلها الرئيس بلدية نتاع صفاق صارت بوليميك كبيره زاد على الكهرباء وهي وخذاها ب 140 مليون معناها توا
نوليو نستفز في بعضنا نفسي ليه كل واحد خم كان نفسي فيروح. نفسي اخي نفسي راي البوست نتاعك تفرض عليك باش تخمم شي روحك تخدم معناه كرب 60 مليون اش معناه كرب 60 مليون معناه قيمه الكرب ولا 60 مليون نحطها على جنب انا نتاع 148 مليون ترجع لا هذاك شفتها 148 مليون هذاك نتاع 148 مليون كرب ب 148 مليون شنو الهدف نتاعك معناه انت كي باش تبدا متعدي في كرب 148 مليون باش يقولوا يا ما مش نورمال رئيس بلديه متعدي في كهرباء 148 مليون سافا معناتها البلديه معناتها البلديه سافا قامت بواجبها باش تقول له مادام فما ناس مهمشه ما يخزر لهم حد خذ حتى كهرباء ب 40 مليار كلها باش تولي سواق مهنات انا الحقيقه انا مع هيبه الدوله اونتر بونتيز في مفهومها صحيحه هيبه الدوله انك تحترم المسؤول مش هيبه الدوله انه المسؤول ركب في كهرباء مدخ مرا جوستومون هذا هو نحترموا الوزير نحترموا الرئيس نحترموا الرئيس البلديه نحترموا الاطارات نحترموا الناس هذوما اللي بوست الكبار مش هيبه الدوله انك ركب في كهرباء تسوى جوستومون دونك ماذا بينا المسؤولين نتاعنا يبدلوا العقليه شويه سورتو نحكيو على بلديه كيما بلديه العلي منطقه العلي احنا نعرفوا الكل التهميش اللي تعاني فيه والنقائص اللي عندها والحوادث اللي صاروا في العلي خير عليهم فيها شريف فما عاملات غادي يخدموا يمشيوا بنفس الطريقه نتاع السباله دونك انا نتذكر رئيس بلديه اصغر رئيس بلديه هي منزل بورقيبه مينا منزل عبد الرحمن منزل عبد الرحمن تخليت على في الميزانيه تم المصادقه على كهرباء زاده تخليت على سومها قالت لي نضيفها للميزانيه باش نخدم المنطقه اللي انا جاي باش نخدمها انت ابخي طول كهرباء مش باش تروح بها ومش باش تهزها في الاخر باش تقعد البلديه معناتها انا جو بونس في ظروف كيما هذيا كرئيس بلديه مسؤوله تحب توري للمواطنين اللي انتخبوها وعطاهم ثقتهم واللي هي تحب تخدمهم بالحق وتلوج على مصالحهم ما فيها بس 60 مليون نقول لهم ليه نزيدهم للميزانيه نتاع البلديه نزيد حاجه المنطقه فيها العديد من النقائص كيما العلي والوغ كو انت عندك زوزك راهب يمشي ولاباس وفي حاله جيده شنو هي الاضافه اللي باش تقدمها انت لروحك ولا المنطقه اللي انت فيها كي تركب كهرباء ب 60 مليون ولا 80 ولا 90 فريمون انا ما عادش فاهم المسؤولين كيفاش يخموا مع العلم اللي هو هي قالت انا ما تجاوزتش القانون مادام ما تجاوزتش القانون والقانون يكفل لك ميساج مو مصدقين عليها احنا في الميزانيه ماذا بنا صدقنا تنجم تاخذ كهرباء ب 60 مليون وغيره ما فيها بيز زادة في فتره صعيبه كيما هذيا وحساسه وكل مره واحد قايم على مصيبه في الصباح طيح شويه معناتها باهي هادي اعصابي باش نكمل ليميسيون خلينا نختموا باخر خبر الناطق الرسمي للكنام رقمان الصندوق الوطني للتامين على المرض هذا الخبر اللي فرحني هذا اللي قاله الناطق الرسمي للكنام سي عبد العزيز السبيعي في تصريح الاذاعه جوهره اف ام اليوم اللي الصندوق الوطني للتامين على المرض باش يتحول من منظومه رقميه الى منظومه رقميه بعد ما كان ورقيه واحنا كنا حكينا على نسميه واحنا مؤخرين ياسر ما بارابور للعالم الكل 2019 مازال عندنا اوراق نقيدوا فيهم 19 مازال مش كل شيء مرقمن مازلنا ما نخدموش معناتها باللوجيسيال وغيرهم دونك او موا لكنا هاو تقدم كيما البلديات القرارات اللي خذاوها اللي خذاوهم نتاع المضامين وغيرهم اللي تو مش معبول به ما نعرفش وقتاش باش يبداو يعملوا به ان توكا حابين نختموا بخبر يفرح كانت هذه جيم جيم تاع اليوم جيم